السلام عليكم حبيباتي، كدايرين؟ لاباس عليكم، بخير احوالكم؟ مزيانه، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديالي، قناه ام نور للخياطه والاعمال اليدويه. اليوم ان شاء الله جينا نديرو هاد الوريدات هادو ونصايب لهم الفاز فاش غنحطوهم. هانتوما راهي بصي، كان صاشيات نتاع الصخره دابا اللي ولاو بلاصه البلاستيك. هادو العاديين راني ولاو دابا، ولاو ايه هما اللي كاينين، كاين تاع 10 وكاين تاع درهم. بسم الله غادي نبدا ونحيد هادو باش انا خديت هذا صايبت منه شي وحدين، هذه هذا نتاع درهم، طويتو على جوج هكا ونقطع له هاد التحتاني اللي كيكون مسدود به من تحت، الخياطه ديال التحت الفوق. خلاص راه كنت حيدت ليه ليديدات ديالو، غادي نقاد من هنا ومن هنا. راه نيت تاخذوا لون خضر وتغلفوا به جورنال، تبرموا جورنال وتغلفوا به اولا بحال هكايا، بحال هذا جورنال اولا مجله عندكم، وكتغلفوها بهاد الصاك هذا، او بلا بسكوتش، او بلا بشريط ديال الساتان عندكم في الخضر، المهم اللي كان. المهم انا خديت هذا وقطعته، دابا غادي نحاول نقطع تقريبا واحد 4 سنتيم، يعني غادي ناخذ بحال هكا على 4 وغادي نحاول نعبر واحد 4 سنتيم، او لا عينكم ميزانكم نتوما تقدروا صافي. المهم تقريبا واحد 4 سنتيم غادي نقطع قطعه كامله تنخرج ليها هانتوما. نحيد هذاك، يبقى ليا هذا، يعني طولته كاملة ديال درهم، راه تيكون كبير تبارك الله. عندي مسدود من هنا ومسدود من هنا، غادي نخليه مسدود وغادي نطويه كيما كان على 4، وغادي نعاود نطويه يولي عندي على 8. هانتوما البنات، يجي في هذا الشكل هذا، وغادي ناخذ المقص وغادي نبقى نقطع حوالي واحد 0.5 سنتيم هكايا، وما نخرجش حتى لتحت، غنخلي واحد شويه تقريبا هنايا واحد سنتيم او لا سنتيم ونص من هنا لهنا، يعني ما نخرجش التقطيعه حتى لهي، وغنمشي كنقطع حتى نساليه، يعني غنمشي كنقطع حتى نوصل لهنا. هانتوما انا بعد ما قطعتو كامل، دابا غادي نحلو، هو غيكون تقطع ليا راسو، لحقاش مني بديت كنقطع في الجنب غتكون تقطعات الخياطه، يعني غيتحل من واحد الجهه وغيبقى مسدود من واحد الجهه. دابا ناخذ هذا العمود هذا اللي كنت انا خديته بورق ديال الجورنال، وكتغلفوه بهذا التا وبهذا نفس النيت، وتسدوه بسكوتش. ما عندكمش سكوتش نتوما في اللون الاخضر، تستعملوا السكوتش العادي اولا الكولا اولا اللي كان. دابا غادي ناخذ غندير هنايا شويه نتاع الكولا باش تلصق ليا غير البدايه، وعليها غنمشي حتى اللوي. هانتوما انا درت هنايا شويه نتاع الكولا غير باش نلصق غير الطرف الاول، وغادي نمشي هكا وتندور داك الجهه اللي ما كانتش مقطعه عندي، هي اللي غندور على داك العمود اللي عندي. المهم تمشي تندور فحال هكايا حتى نسالي الشريط كامل اللي قطعت، وغادي نرجع ليكم. هانتوما بعد ما كملت ليه الدوره كامله ولصقتو في الاخر بالسكوتش، اولا كيفما قلت لكم الا ما عندكمش سكوتش غادي تلصقوه، عفوا انا لصقتو بالكولا، تقدروا تلصقوه بالسكوتش الا ما عندكمش كولا، اولا تلصقوه بالكولا الا ما عندكمش سكوتش،
ومن بعد ما لويتو كامل غادي نشدو، غادي نديرها الطريقه هذه باش كيتحلوا لي داك البوريقات. ها انتم البنات اللي كيجي في هذا الشكل هذا بحال هذا. دابا ان شاء الله غادي نصيبوا واحد ديكور اخر، خليكم معايا انا نوريكم كيفاش. هانتوما هذا اللي قطعت منه دابا النيت، فغناخد هذا اللي بقالي وغنعاود نقسمو على جوج، يعني تقريبا كتجي فيهم داك 4 سنتيم في كل طرف. هانتوما نقطعو حتى القنص ديالو، غنخلي غير واحد. دابا غنحل ليه هاد القناوت، غاديش نقطع من هنا ومن هنا، غنخليه هو راه غادي يتقطع لراسو، ملي غنبدا انا نقطع بالمقص راه هو يتقطع لراسو. هانتوما غنعاود نطويه على 4 هاد الشكل هذا. هانتوما غادي نبدا من هنا وغندير بحال غنشكل وريقه، يعني بحال غندير الراس نتاع شي وريقه، وغنجي وغنعاود ندخل هكايا وغنهبط حتى لتحت وغنحبس، وغنعاود نجي هنايا فين حبست وغنطلع. هانتوما هادي كتقطعوا شي حاجه موجه وصافي، يوما على شكل وريقات. هانتوما اجي حبست هنا غنعاود ندير هكايا، هانتوما كيكيش، وهنا غادي نخرج مباشره لهيها حيت هنايا في الاخر غا هي غيتكونوا لي وريقات مع اخر. هانتوما شفتو كيجي البنات؟ هانتوما ها كيفاش كيجي، كيجيو على شكل وريقات. فغادي ناخد العمود دابا وغادي نوريكم كيفاش غادي نعاودو نخدمو نفس الطريقه تقريبا، راه كيجيو كتجي عندهم نفس الخدمه. غادي ناخد الشريط هذا ونعاود ندير فيه شويه نتاع الكولا، هانتوما، وغادي نجي البديه وغادي نحط هذاك لتحت اللي ما كيكونش واصل ليه المقص. هانتوما وغتمشيو نتوما كدورو، ما تزيروش بزاف وما ترخفوش بزاف، المهم نتوما غاديين كدورو الشكل كيبان لكم. هنا هذا تقطع لي انا على 3، دابا غادي فين ما حبس ليا غادي نعاود نبدا بالاخر. هانتوما نحط عليه الاخر وغنكمل، ما ندير لا كولا لا والو حيت هو غيشد راسو براسو. المهم انا غنكمل ندورهم كلهم ونرجع لكم. هانتوما البنات من بعد ما كنساليها كتبقاو دوروا دوروا حتى كتساليو وكتقلبوا لها هاد الوريقات، ماشي كلشي وانما شي وحدين غير باش كيبان الشكل ديالها، كتقلبوا لها هادو كيف ما قلت لكم، ماشي كلشي انا ماشي وحدين غير باش يبان الديكور نتاعها. ها انتما كي كتجي دابا غنوريكم هادي الشكل نتاع هادي. هنا عندي شريط انا نتاع الصاك اللي خدمت به من قبل، فغادي ناخدو وغادي نقسمو على جوج بالطول ديالو. هنا عندي راهي طبقة وحدة فيه، غادي ناخدو ونقسمو هانتوما
ناخد الشريط اللي غادي نصايب عليه. فهنا من بعد ما خديت هاد العمود هذا اللي غنخدم عليه، نتوما كتاخذوا غير عادي هذا، ما كتقطعوه ما والو، كتحطوه وكتبقاو تدوروا في الاول مزير شويه، ومن بعد كتوليو دوروا مرخوف. هانتوما كتعاودوا تجيبوا اخر، كتعاودوا دوروا مرخوف. هانتوما كتزيدوا شريط اخر حتى توصلوا للحجم اللي نتوما بغيتوه. هانتوما البنات هذا هو الشكل نتاعها، عرفتش واش كيبان لكم في الكاميرا مزيان، ولكن راه صراحه الشكل ديالهم كيجي بحال اللي راهم حقيقيين، يعني اللي يشوفو من بعيد راه غيقولوا وريدات حقيقيين. دابا غادي ندوزو باش نطيبو هاد الكاس هذا كان عندي وتشق شق ليا، غادي نستعملو غادي نزينو ونستعملوه باش نديروه فاز لهاد الوريدات هادو. فهنا قطعت وريقات من داك الثوب هذاك الخضر، وقطعت فراشات، كترسمو فراشه في شي وريقه وكتقطعو عليها وكذلك الوريقات. دابا غادي نستعمل الكولا هانتوما. دابا غادي ناخذ هاد الوريقات هادو هانتوما وغنلصقهم في هاد الكولا هادي هانتوما. مسقاتش مزيان، انا غادي نستمر بنفس الطريقه غندور ليها الوريقات كامله ونوريكم كيفاش نزينو بفراشات. فانا البنات انا رجعت لكم بعد ما لصقت عليه داك الوريقات كامل، غادي نلصقوا هاد الفراشات هادو. نتوما تقدروا تقطعوا الوينات بزاف، انا هادشي اللي عندي ديال الوينات ما غاديش نكثروا منهم اصلا، يعني غنديروا غير الديكور وصافي. هانتوما مثلا وحده هنا وحده هنا، الكولا في ساعه كتبرد البنات، فانا ما لقيتش الكولا نتاع البيستولي ديالي، عندي بيستولي صغير وخديت هذه الكبيره صراحه، يعني اللي ما عندوش بيستولي من الاحسن ياخذ هاد الكبيره هادي. هانتوما لصقت وحده في الزرق وحده في الاورنج، ونزيد وحده في الزرق. وما نتوما كتقدروا ديروا اللوينات اللي بغيتوا، تقدروا تحطوا فيهم حجيرات، تقدروا تحطوا فيهم عقيقات، المهم نتوما كتزينوا بالطريقه اللي بغيتوا. هانتوما ندير نزيد هادي حتى هي في الاخضر، في الاخضر ها هي ما غاديش تجي باينه. هانتوما كتحاولوا تقرصوا لهم الجناحات ديالهم شويه باش يوقفوا يجوا باينين. هانتوما البنات هذا هو الشكل النهائي كيجي ديال الفاز، تقدروا تزينوه بالشكل اللي بغيتو. هانتوما هاد الوريدات هادو بكلينيكس مصايبين،
وداك ورق المطبخ تقدروا تصيبوهم حتى بهذاك، هانتوما كي كيجي الشكل ديالهم البنات. تقدروا تخلطوا فيهم الويناس بزاف غيجيوكم حسن. انا هادشي اللي عندي نتاع الويناس درتو، فنتمنى الفيديو يكون فادكم وتستافدوا في شي حاجه وتاخذوا تقدروا نتوما تاخذوا يعني غير فكره وديروا حوايج اخرين من هاد الصاشيات هادو. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وشكرا لكم. الا ما فهمتوا شي حاجه او لا بغيتوا شي حاجه نصايبها او لا هذه خليوها لي في لي كومونتير، ان شاء الله غادي نديرها. وكنشكر البنات بزاف بزاف مدعميني، وشكرا لكم بزاف، خليتكم على خير البنات. السلام عليكم.